بصي يا مليكة، هي ديت زي انا بقول لك يا مليكة ان وانت دي اصلا فعل ممكن، وانت دي اصلا يا مليكة فعل ماضي، وانت دي اصلا فعل ماضي، عشان ارجعها لاصلها برجعها لاصلها، مش بحط لها اي دي، يعني هي وانت دي اصلا في اخرها اي دي، يعني اصلا وانت دي يا مليكة عارفة جو، سامعاني؟ عارفة الفعل جو يذهب، عشان اجيب الماضي منه أيوة. المفروض اقول جوت كده، بس دي غلط، لان ده فعل مش منتظم، الماضي منه عشان احط له اي دي بيبقى وانت، فهي وانت دي اصلا فعل ماضي، فلما انا اقول هقول ديت زي ارجعها بقى لاصلها، اصلها ايه؟ اصلها جو، ديت زي جو تو كايرو، ديت زي جو تو كايرو، فهمتيها يا ملكه؟ مش اكتبيها طيب. بيعمل الو، ايه ممكن تكتبيها؟ لسه ما عملتش صوتي. نعم أكتبها؟ اه فهمتيها؟ طيب فهمتيها الأول؟ أكتبها. في خلاص تمام. طب ماشي أيوة. ايوه كده، برافو عليكي يا مليكه. بصي هاز بقى دي مليكه، دي كانها هاز بس في اخرها اس، هاف لما احط لها اس تبقى هاز، وليه بقى الشطاره كده ممكن تعمليها ازاي؟ يس شي هاز ا كار، ايوه هي عندها عربيه، لا طلع الفعل المساعد، الفعل المساعد مش هاز هنا، هاز ده يبقى فعل مساعد لو بعديه فعل تاني، يا مليكة خلي بالك من الحتة دي، هاز يبقى بعديها فعل مساعد لو بعديها فعل تاني، لو مش بعديها فعل تاني لا ده كأنها فعل في آخره اس بس، يبقى الفعل اللي في آخره اس الفعل المساعد بتاعه اسمه ايه؟ ممتاز. داز ايه؟ داز يمت ده الصح. داز ايه بقى؟ داز داز شي هاز ا كار. ممتاز. داز شي هاف ا كور. ودي اخر واحدة يا مريم. يس شي ايتس فيش اند ميت. ايوه هي بتاكل سمك ولحمة. يبقى السؤال ايه؟ شي إتس داز برضو داز شي داز شي داز ده شي ايه؟ ينفع؟ اند مير. لا ده شي فيش اند ميت، يعني معناها هل هي سمك ولحمة؟ هو الجملة معناها كده؟
نعملها ايه؟ ده الشيء ايه؟ ولا ايه؟ ايوه فعل بدون اضافات. ايه؟ داش شي ايه؟ ايت فيش اند ميت. داش شي ايت فيش اند ميت. فهمتيها كده يا مليكة؟ فهمتيها؟ ايه؟ ماشي. عايزين نحفظ بقى كلمات الاستفهام دي، ربنا ييسر كده عشان نعرف نعمل سؤال. What, where, why, when, whose, which, who, how. قوليهم تاني دول كده. What, where, why, why, when, whose, what, who, how. ويتش ماشي، ويتش يعني اي، بعد ويتش و ويتش بعد ويتش بعد ويتش يعني بقول اهو هو بعد هو حلو. هاو. كملي بقية كلمات الاستفهام. كم عدد؟ كما عدد how many, how many قصدي how much, how far, how long, how far, how heavy, heavy, how wide, how high. دي كده كلمات الاستفهام، عايزاكي تحفظيها. ما دي ابعت لك اصلا الملزمه احفظيها. وازاي بقى نكون سؤال؟ بصي كده قولي اولاني كده ماي نيم از حسام. اكون سؤال ازاي؟ سهله دي، طلعي كلمه، حطي كلمه الاستفهام اللي انا هستخدمها وطلعي الفعل المساعد وكملي يلا الجمله. My name is Sam. Yes, name is Sam. هيبقى السؤال كان هيبقى ايه؟ Is name Sam. لا السؤال هيبقى ما اسمك؟ صح، ما خلاص هو هنا ما فيش يس ونو يا مليكة، هنا مش هيبقى فيه يس ونو، هيبقى نسأل بكلمة استفهام. يبقى السؤال هنا ايه؟ ما اسمك؟ يلا طلعي يعني ايه ما؟ ما يعني ايه؟ ما وماذا يعني ايه؟ ما وماذا؟ ماذا يعني وقت؟ وات طلع الفعل المساعد. What is near? وات is، وات is، وات is ايه؟ بدل ما تبقى يور صح. What is your name؟ ده السؤال. What is your name؟ يلا السؤال التاني. My favorite food is fish. طعامي المفضل هو السمك. يبقى عايزة أقول ما هو طعامك المفضل؟ ما هو الطعام المفضل؟ ما يعني ما إيه؟ هو ما يعني إيه؟ ما يعني ما يعني هو وات ماذا يعني ايه؟ وات طلع الفعل المساعد من الجملة اللي تحت. is excellent. ها كملي مليكة. is food fish. لا لا لا، ما هو طعامك المفضل؟ احنا مش ما فيش دي الإجابة، مش هكتبها في السؤال. My favorite. ماي فيفوريت فود، بس ماي هحولها ايه ليور.
مش انا بقول لك ما هو طعامك انت المفضل، فلما تيجي تجاوبيني هتقولي طعامي المفضل هو السمك، يبقى ميه هتتحول ليور يا مليكة. What is your favorite food؟ What is your favorite food؟ ماشي؟ I have a pen. خلي بالك ان have مش فعل مساعد، have تبقى فعل مساعد لو بعديها فعل تاني، انما لو لوحديها كأنها فعل من غير اي اضافات. بيقول لك I have a pen and a pencil، يبقى السؤال كان ايه؟ ماذا تملك؟ يلا يا مليكة، ماذا تملك؟ ماذا يعني ايه؟ أوكي، أول حاجة هيبقى وات وات طلع الفعل وات المساعد. كلمة وات وات صح. وات ايه؟ وات فين الفعل المساعد؟ وات مفيش هنا فعل اكسلنت. هاف. لا يا حبيبي، انا قلت ان هاف ده مش فعل مساعد، هاف ده يبقى فعل مساعد لو بعديه فعل تاني، انما هو كده فعل من غير اضافات. لما بلاقي فعل من غير اضافات يبقى الفعل المساعد ايه؟ لما بلاقي فعل من غير حاجة ومفيش فعل مساعد يبقى يور الفعل دو. وات دو؟ ها؟ اي بتتحول ليو، يبقى وات دو ايه؟ دو يور يو، وارجع احط هاف زي ما هي. وات دو يو هاف؟ انت معاك ايه؟ يور وات دو يو هاف؟ وات دو يو هاف؟ معاك ايه؟ الاجابه ابن اند بنزل، مش هكتبها فوق. هو ينفع اقول لك انت معاكي ايه؟ قلم وقلم وقلم؟ قلم رصاص وقلم جاف؟ ولا اقول لك انت معاكي ايه وانت بقى في الاجابه هتقولي لي انا عندي قلم رصاص وقلم جاف؟ يبقى وات دو يو هاف. طب انا عايزه اقول لك معلومه وبعد كده اشوف الشطاره بقى بتاعتك. عندي ايت يعني ياكل، الماضي منها ايت يعني اكله. ايت يعني ياكل، الماضي منها ايت يعني اكله. هو بيقول زي ايت فيش اند سالاد، هم كانوا رز وسمك. يبقى السؤال ايه؟ مكان و اوكي يبقى ماذا اكلوا؟ صح. الله، يلا حطي ماذا. ماذا يعني ايه يا مليكة؟ ما فيش يعني وات؟ وات؟ ودو لا مش دو. وات مش وات صح، بس مش وات دو، عشان انا لسه قايله لك هنا. بصي، ايت ياكل، الماضي منها ايت اكله، يبقى الفعل ده في الماضي يا مليكة، يبقى الفعل المساعد ايه طالما الفعل في الماضي. الفعل ده ايت ياكل، الماضي منها ايت اكله. ايه يا مس ايه ايت ياكل، الماضي منها ايت، يبقى الفعل المساعد ايه طالما الفعل المساعد، طالما الفعل الاساسي ده في الماضي، طالما في هنا ايت ده فعل ماضي، يبقى الفعل المساعد اللي هكتبه هنا ايه؟ عايزه فعل مساعد، فعل مساعد. بصي يا مليكه، ما هو الفعل الافعال المساعده اللي احنا خدناها اللي هي ام وايز وار ووز وور، الحاجات دي لو ما لقيتش حاجه من الحاجات دي يبقى يا دو يا داز يا ديد. يبقى انا هنا بعد وات هكتب حاجه من الثلاثه، يا دو يا داز يا ديد، هكتب ايه هنا؟ ايوه كده، عشان هو فعل ماضي مش عايزاكي تنسيها تاني. يبقى وات ديد. ها كملي. وردت وردت ايه وديت ايه؟ هنطلع ديت في الاول ونكمل يا مليكة. ايه ايه وردت اه يو يو لا زي وردت يو هي ايه اي بس اللي بتتحول ليو، انما زي هسيبها زي ما هي. اي بس اللي بحولها ليو، انما زي هسيبها زي ما هي. وديت زي ايت، وديت زي ايت صح. يلا قولي اللي بعديها وبعدين هديكي جملة تانية هشوفك ايه. فهمتي الحاجة بتاعت الماضي الملعبكة دي ولا لا؟ I like English. يبقى سؤال ايه؟ السؤال
I like English. أنا أحب الإنجليش. هيبقى what do what ايوه do برافو. What do you like? What do you like? طب بص هنا السؤال بيقول لك I saw a dog. انا شفت كلب. So دي يا مليكة الماضي من سي. So هي السيارة الماضي منها سو. يبقى السؤال كان ايه؟ لو عملتيه صح هقفل الحصة على كده، لو عملتيه صح هقفل الحصة على كده ونكمل المرة الجاية. اي سو ادوك، انا شفت كلب، يبقى السؤال ايه؟ أي سو أدق قصدي أوكي أول حاجة هيبقى افتكرت هو what did you did excellent what did what did أو did أو أي did what did ايه بالراحة عشان عايزاك تعمليها صح من غير ولا غلطة. what did ايه What did تبقى أي يعني اقول هقول لك انت شفتي ايه هتقولي لي انا شفت كلب، هقول لك انا شفت ايه هتقولي لي انا شفت كلب. انا جيت سألتك سؤال دلوقتي بقول لك انا شفت ايه هتقولي لي انا شفت كلب، ده سؤال كده عادي يعني؟ انت كده ما تروحي تقولي لمامتك انا كنت فين، هتقول لك انا كنت في السوق، ولا هتقولي لمامتك ايه؟ يعني لا انت تروحي لا هو هتقولي لها انا كنت فين، هتقول لك انا كنت في السوق، ده كده ينفع؟ ده كده ناس قاعدين هيتكلموا كده؟ ولا انت سؤالك ليها كان ايه؟ المفروض انت شفتي ايه صح؟ ايوه كده برافو عليكي. يبقى ايه بقى؟ what did سي ماشي مش مشكلة. اي دي اي هحطها اي هنا، ينفع احط اي؟ وات ديد اي سي؟ تبقى يوف يوم ايوه كده ايوه كده خلاص. ما تنسيش يو على طول لما اجي اعمل سؤال تتحول لاي. يبقى انت كده عرفتي كل حاجة. الحصة دي هبعتها لك، والحصة هما في حصتين، انا سجلت لك كده حصتين، يعني التسجيل مقسوم على اتنين، ده جزء وده جزء. هنكمل المرة الجاية برضو طريقة عمل المحادثة. المطلوب منك يا مليكة ايه بقى؟ مطلوب منك ان انت الحصتين دول تسمعوهم كويس، عشان المره الجايه هكمل بقيه كلمات الاستفهام بنعمل بيها اسئله ازاي، وكلمات الاستفهام اللي هي فوق دي هورالك فين تقولي لي تحفظيها صم، وهبعت لك الملزمه دي. كلمات الاستفهام دي تحفظيها كويس جدا، وانا هبعت لك الفيديوهين بتوع اللي احنا عملناهم لحد دلوقتي، والمره الجايه في فيديو تالت هنكمل منه هنكمل بيه المحادثه. خلاص دخلت تماما. تمام، يلا سلام عليكم.